بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سليمة، فكرة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أريد أن أشاركها مع إخواني إن شاء الله تبارك وتعالى. لماذا؟ أولا للتحدث بنعمة الله، ثانيا لكي نطلع إن شاء الله على مجالات كانت بالأمس حكرا على أناس ذو توجهات معينة بعيدة عن الانتماء للإسلام، إنه مجال الكرة. نعم، سأحدثكم عن مسألتين أثلجت صدري، سأشارككم إن شاء الله هاتين المسألتين، وإلا فإن الأمور الخيرة التي طفحت والتي أصفرت عنها ورشحت عن مسألة المونديال تاع قطر كثيرة جدا ومثلجة للصدر بإذن الله. أما الأولى فهو حديث الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تعريفا ببعض اللاعبين الذين يتميزون بدماثة الخلق وبحسن العبادة وحسن الإقبال على الله، وهذا ما ينبغي أن يزكى، لأن دخول الملتزم إلى عالم الكرة سيطهر الكرة إن شاء الله تعالى من كل ما كان عند الناس في تصورات الكرة. كان يقولوا بها إلي رهانات، قمار، مسائل، والعياذ بالله لا تسر إلا العدو. فكون مسألة الالتزام ظهرت جليا عند بعض اللاعبين أو قل جلهم لهو أمر محمود، ويجب أن نعض عليه ونشد عليه وندعمه، وندعو لكل أولئك اللاعبين بالثبات على الدين في مجال فيه مغريات كثيرة. لا أخفيكم أن زكريا أبو خلال أو لك كيف يسميوه ما عرفتش، سمعت وقرأت أنه بإذن الله تعالى يحفظ القرآن، ورأيت صورته أمام شيخه وهو يستظهر آيات من كتاب الله تعالى، ورأيته في بعض الفيديوهات يصلي بالناس صلاة الفجر، وسمعته يقول حينما سئل عن النتيجة أن هذا بفضل الله. هذا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى بفضل الله، تماما كما كان اللاعب المصري المشهور المعروف أبو تريكة دائما يثني على الله تعالى ويرد كل خير وكل فضل لله، فهو له المنة وحده، وما بكم من نعمة فمن الله، حتى لا يصاب الإنسان بالعجب والغرور، لأن غياب الدين والالتزام عند الانتصار ينسي الناس أنهم بإذن الله عباد لله، وأن هذه المسألة بتوفيق الله. فمن كان يربط إن شاء الله كل ما يحقق الله لعباده من خير في الدنيا بالله، فإنه يرد الفضل إلى صاحبه، وما بكم من نعمة فمن الله. فما أحوجنا إن شاء الله إلى أمثال هؤلاء اللاعبين. رأيت حمد الله يلبس إن شاء الله تبارك وتعالى الإحرام وهو يطوف، وسمعت عن أحد العلماء في جزيرة العرب يتحدث عنه أنه جاء بمال يساهم به في الأعمال الاجتماعية والخيرية. سمعنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن بعض الآخرين أنهم يؤدون الصلوات في وقتها، ورأينا البعض يساهم بالمال في إنشاء إن شاء الله تبارك وتعالى مشاريع بناء مساجد. ساديو ماني اللاعب السنغالي سارت بذكر خيراته الركبان، رأيته في السنغال ماذا يفعل، بنى مستوصفات، بنى مدارس، يعطي لأبناء السنغال وخاصة أبناء قريته يعطيهم إن شاء الله تبارك وتعالى منح لمواصلة الدراسة، متواضع جدا. ورأيته حينما ينتصر فريقه الذي يسمى ليفربول ويحتفل فريقه بالنبيذ والخمر يتركهم ولا يريد أن يشاركهم في ذلك. نعم الالتزام، نعم الصورة، وهؤلاء مؤثرين، هم قدوات بالنسبة لكثير من الناس. إن ذلك العمل بإذن الله تبارك وتعالى يجعل الكثير ممن يتبعهم ويجعلهم في منزلة القدوة يتأثرون بهم. ورأيناهم في الملعب عند تسجيل الهدف يسجدون، في
السجود في الملعب كلام كبير سأتفرغ له في فيديو خاص، ولكن هذا إن شاء الله تبارك وتعالى مما يثلج الصدر أن يرد الناس هذا الفضل إلى الله تعالى. هذه الفكرة الأولى التي أردت أن أشارككم إياها، وهو تدين بعض هؤلاء، وقد ظهر ذلك إن شاء الله على سلوكهم. المسألة الثانية مسألة أخلاقية. والله لقد فرحت حينما رأيت كيفاش يسموه اللاعب يعني رقم اثنين يعني حكيمي، رأيت الأم تقبله ويقبلها وتدعو له بالخير، ورأيت يوسف الذي سجل الإصابة مع كندا، يوسف النصيري، رأيت كيف أن أمه تقبل وتدعو له، وسمعت لأم المدرب وليد الرقراقي تدعو له، الله أكبر. ورأيت الأمهات يعني يدعون للاعبين. هذه المسألة الثانية تسمى بعد الالتزام بر الوالدين، وهو أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه بعد توحيد الله. سئل رسول الله في حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن سعود أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. الله، فرضى الله برضى الوالدين وسخط الله بسخطهما. أقول في النهاية، لو كان مثل هؤلاء اللاعبين وأغلبيتهم في الفريق عندهم هذا النوع من الالتزام وحب الدين وطاعة الله ورسوله، وعندهم أيضا في الأخلاق هم مرضيين من آبائهم، والله إنه لفريق طيب، والله إنهم يظهرون صورة طيبة جيدة. ليت كثير كثير من أبنائنا بإذن الله تعالى يقتفون آثارهم، وخاصة وهم ينزلون في الناس منزلة القدوة. انظروا أيها الناس، يا اللي بعد عن الكرة، يا كز راه كاين اللي مدين ومسخوط، والله العظيم لا حول ولا قوة إلا، كاين اللي مدين وسمح فمه، وكاين اللي مسلم ومشد دمه لدار العجزة. ولذلك فإني أشد على أيدي هؤلاء اللاعبين وأدعو لهم بالثبات، وأكبر فيهم هذا، وأقول لهم حفظكم الله، نصركم الله، أيدكم الله، أكرمكم الله، جزاكم الله عن الإسلام وعن بلدكم وعن الالتزام خيرا. وصلى الله على حبيبنا محمد.